ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم قناة هيبي ميت وين، ومع فيديو جديد ومع منصة الجو ترانسكريبت، منصة هتقدر تكسبك حوالي 100 دولار في بداية العمل، ومع زيادة التقييم الخاص بيك هتصل الى 500 دولار الى 700 الى 800 حتى الحد الاقصى و1215 دولار. المنصة ما هي الا تاسكات بسيطة، هيديك فيديو او ملف صوتي، وبعد كده انت هتحول الكلام اللي بيتقال فيه الى نص بيكون مكتوب. هديك منصات ذكاء صناعي هتساعدك في العمل، ولكن خلي بالك لازم انت بتاخد النص النهائي على الاوفيس، وبتعيد ان انت تشوف تصحيح الاخطاء الاملائية، لان الذكاء الصناعي بيديك نسبة 90% ومطلوب في هذه المنصة، وهي نسبة نجاح 100%، ما عندكش اخطاء. طبعا القواعد النحوية ملهاش مكان عندنا، لان مفيش اي محادثة باي لغة تخلو بين قواعد النحوية. طبعا لان احنا بنتعامل مع اللغات العامية اي لغة عامية، وبالتالي مش هتلاقي فيها التزام قوي بالقواعد النحوية، وبالتالي ما مش بتعدلها، هو بس الكلام اللي بيتقال هتكتبه في هذه المنصة. طبعا بعد كده نبحث على منصة جو ترانسكريبت ونعمل ساين اب الاول، وبعد كده ساين ان، وبعد سجلت دخولنا نتجه الى اسفل المنصة والضغط على كلمة الورك اللي هي العمل، بدأ يفتح لي صفحة جديدة، وبعد كده اضغط على كلمة ابلاي ناو، حدد اللغة اللي معاك، خلينا في اللغة الانجليزية. بعد كده هيفتح لي امتحان الام اس كيو. الامتحان ده يعتمد على حاجة بنسميها الجايد لاينز، وهي القواعد الخاصة بهذه المنصة، وهسيب لك فيديو في صندوق الوصف في اول لينك خالص، القواعد الجايد لاينز، والفيديو اللي انا عملت بيه شرح بالتفصيل لقواعد الجايد لاينز هسيبه لكم، لان الاغلبيه حاسه ان هم تايهين في هذه القواعد. الدنيا سهله، الدنيا بسيطه، والامتحان ده الام اس كيو ده ما هو الا تطبيق مباشر لقواعد الجايد لاينز. طالما بعد كده نحل الامتحان ده والامتحان الصوتي تابعونا، ولكن بعد الفصل. اهلا وسهلا بكم من جديد، وعوده بعد الفاصل. تعالوا بعد كده نحل امتحان الام سي كيو او امتحان الكويز، والامتحان ده يعتمد على قواعد الجايد لاينز. بيقول لك وات از تايب اوف تايم ستامب، ايه انواع التوقيت الزمني؟ يا اما كل دقيقتين يا اما مع تشينج اوف سبيكر، ده طبقا لقواعد الجايد لاينز. امتى بفتح اقواس بتكون زمنيه وبتبقى بولد؟ يا اما كل دقيقتين، يا اما زي ما احنا قلنا باراجراف طويل هتقسمه الى مجموعه من الباراجرافات، او كل دقيقتين. ممكن العميل يقول لك 3 دقائق على حسب طلب العميل، او مع تغير المتحدث. لو واحد بيتكلم خلص كلامه واحد تاني اتكلم معاه، هبتدي اعمل باراجراف جديد بالشخص التاني اللي اتكلم معاه. الدنيا سهله وبسيطه. It's a problem that needs to be dealt with. دايما كلمة dealt يأتي بعدها كلمة with، فالإجابة هي الـ E. بعد كده بيقول لك يا سيدي file a transcribe in، لو سيبها لك عامية هتبقى بلغة الأمريكان إنجلش، إلا لو العميل له مطالبات تانية، فالإجابة هي الـ B. بعد كده السؤال الرابع بيقول لك why should you always transcribe file on your own؟ بمجهودك يعني، ولا وسائل ذكاء صناعي ولا قناة هتساعدك ولا أي حاجة هتساعدك، هو ده الصح اللي أنت بنفسك عندك إمكانية تشتغل على هذه المنصة، وهو ده الكلام المعقول. طبعا احنا بنعمله غلط بس كمساعده ليكوا فقط مش حاجه تانيه. فالاجابه هي ال P Using Artificial Intelligence is a breach of guidelines advancement 100% human generated transcribe service side Artificial Intelligence won't help you with the real work. ان الذكاء الصناعي مش هيديك عمل بيكون حقيقي، طبعا due to quality of variety of accents، مع تغير اللهجه المتحدثين you will come across، يعني انت ممكن تتوه ما بينهم. فطبعا الاجابه هي البي، وده بينبهك ان انت ما تستخدمش اي وسيله ذكاء صناعي، بس انت هتحل بمجهودك لو انت عندك امكانيه خلاص. لو انت ما عندكش امكانيه فغصب عنك هتلجأ لوسائل الذكاء الصناعي وتعدل من نفسك النص زي ما احنا ما بنعمل. السؤال الخامس بيقول لك اي نقط اجود ستودنت اي ام، طبعا اي ام اجود ستودنت، فالاجابه ايه؟ بي. طبعا كلمه اي ام اجود ستودنت. بعد كده السؤال السادس بيقول لك if you can't hear the specific term، في جزء مش قادر تسمعه في النص في الملف الصوتي وهو بيتكلم، you should do some research، ابحث. if you can't find a thing، لو انت مش لاقي اي شيء، mark that in audible or intelligible with a specific time، اكتب كلمة audible في هذه الجزئية. كان بيتكلم على اسماء مثلا مدن، مدينه كذا، طب ابحث هو مدينه اسمها مثلا كيو او كواك او حاجه زي كده، وهي اسمها كيو او كده، ابحث على النت على نفس النمط ده، ابحث. لما مش وصلت النتيجه اكتب كلمه اوديبل او انتجبل حاجه زي كده، فالاجابه هي البي طبقا لقواعد الجايد لاينز. طب كوركت فيرم افيرماتيف، طبعا اللي هي الام ام، والام ام ما بيبقاش النص اتش واتش. ولو جينا هنا لقواعد الجايد لاينز في الافيرماتيف هتلاقيها موجوده هنا في الفولف بوتام، وهتلاقي هنا في الافيرماتيف موجوده اهي، هتشيك عليها. بعد كده السؤال الثامن بيقول لك كويستنس كوركتي كابتكس اند بانكويتد،
فبدات الجمله بتكون كابيتال، فقلنا كلمه يس واي كابيتال، البي والدي سمول استبعدناها، يس انا يو كان دو ذس، طبعا يو كان دو ذس. طبعا هنا الايه، ما انت هتقولي ما الايه كابيتال بس في كومه بعد الياس، هو ما حطهاش في الايه فاستبعدتها، فالاجابه هي السي. بعد كده السؤال التاسع بيقول لك سيدي هاو شود يو مارك انكومبليت ثوت ديو تو تشينج اوف ثوت سبيكر. طبعا ان هنا انكومبليت سنتنس ان جمله مش كامله، طبعا يعني ايه يعني واحد اي وود لايك تو جو تو كولومبيا، انا عايز اذهب الى كولومبيا، او انا بفضل اذهب الى كولومبيا، لا 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 انا بحب اسبانيا وكولومبيا، ما قالش كولومبيا، فهو عدل كلامه. طبعا تعديلات الكلام ده يعني في خطأ في الجملة الأولى، فحطينا اتنين ناقص في نهاية الجملة الأولى، ولا يوجد بينها وبين الجملة الأولى أي مسافات، نعم المسافات هنا في الدي فسبعتها، وده طبقا لقواعد الجايد لاينز. بعد كده السؤال العاشر بيقول لك which tag should be bold، طبعا قلنا اللي هي الان انتجبل لو هو كلام مش مسموع، لو في تمام مش مسموع ان اوديبل، او البوز لو في توقف، الحاجات دي كلها بتبولد. وسبيكر ليبل، السبيكر الاولاني او الثاني زي ما احنا قلنا، فحاجات دي بتكون طبعا بولد بخط بيكون تقيل، فالاجابه هي البي والدي. تعالى نضغط بعد كده على الكلمة الكونفيرم عشان يحولها الامتحان الصوتي، عايز ترافيك لايت ادي ترافيك لايت اهيا، مفيش ادنى مشكله، هقوله نكست. بعد كده عايز سلالم ادي سلالم اهيا، ابتدي واستلم دول بس السلالم، انا ما اظن دول بس السلالم، واقول له فيريفاي. وبعد كده هبتدي يحولنا للامتحان الصوتي. طبعا الامتحان الصوتي عايزه في صيغه الكلين في بطام وزاوت تايم ستامب، يعني مش عايز منك توقيت زمني، خلصتنا يا شيخ. وبعد كده لو انت عندك امكانيه في اللغه الانجليزيه هتشغل ملف الصوت ده وتكتب النص هنا، وفي النهايه هتعتمد النص بالضغط على كلمه send it for view. لو انت ما عندكش امكانيه بقى في اللغه الانجليزيه انك تسمع وتكتب كل حاجه بتتقال، يعني 60% 70% كده، تعالوا مع بعض كده ناخد كليك يمين على الملف ونعمل سيف الاوديو والاز، وبعد كده هنسيف الملف ده، او ممكن تلاقي ثلاث نقط هنا لو انت متصفح تاني اضغط عليهم واعمل داونلود، مفيش ادنى مشكله. وتعالوا نتجه الى منصه تانيه وهي منصه سونيك دوت ارتفيشال انتليجنت، هنسجل هنعمل ساين اب ساين ان، وبعد كده هنعمل ابلود للفايل ده ونضغط على كلمه ترانسكرايب وحدد له اللغه الانجليزيه، وبعد كده هيفتح لك الصفحة دي. تعالوا مع بعض كده نسمع النص الفيديو الملف الصوتي الخاص بالامتحان، ونشوف بعدين الترانسكريبشن الخاص بهذا الامتحان. This audio is used for the transcriber task at Go Transcript. Hi. So I just ordered a bunch of stuff from Amazon and I was just going to go look through my orders because honestly sometimes I feel like I spend too much money on stuff that I wind up later not needing at all. So one of the things that I ordered was this Bluetooth adapter that's supposed to be make it easier for me to play music in my car. Because see, I have this really old car and the CD player stopped working. So I was thinking about either getting a new CD player or getting a new car. Actually, I was kind of debating a new car, but unfortunately I just don't have the money for that, because even a down payment on a car that I could afford would be at least 1500 bucks, and I just don't have that. So here's what I came up with. I came up with this Bluetooth FM transmitter that's like a car adapter that you stick in the cigarette lighter. I've never tried one before, so I'm kind of interested to see if it works. And then I bought a bunch of USB flash drives, like a five pack, that each of them is 4 gigabytes. They're like thumb drives, and they're really cute, the ones I ordered, because they're multiple colors. Like they're black and blue and pink and orange and green. So I thought that might make it easier for me to figure out which is which, because I know they have a lot of capability on them, but I think I'm going to just put different types of music on each one so that when I'm in my car and I'm in the mood to listen to like Weird Al Yankovic, I can just pull out the, oh, I don't know, the orange one. I think I'll make orange Weird Al's color because I don't know. I like Weird Al. Anyway, I don't know if you've ever heard him, but he plays the accordion and he writes parodies of songs, and he's been around since the 90s or maybe the 80s. I don't know. But anyway, so I'll have Weird Al, and then I'll have some sentimental crap like Enya and John Denver and stuff like that on another one. And, you know, you can see what I'm talking about, right? So then on a completely different note, I ordered this de-shedding tool for my cat. See, we have two cats, and one of them
has just super long hair, and he's always getting fleas and stuff in the fur, and we give him flea treatments. But because he's indoor-outdoor, he still gets fleas. So this is called the Furminator 10730. It's a long-haired deshedding tool for cats. And Furminator is the name of it, like Terminator, only fur instead. So my vet recommended it, so I'm going to give it a try and see if it helps our cat to feel a little better this summer. And then this is something completely different. See, I've been making popcorn at home, but the problem is with popcorn, it really doesn't taste that good to me unless it's got hot melted butter on it. But hot melted butter just adds tons of calories and fat to your popcorn, and the whole idea is for it to be like a diet food, right? So I was reading online that there's a way to take a smaller amount of butter and mix it somehow with water. I don't know. I'm going to have to look at the videos, but you put it in a spray bottle, and then you can just, you know, spray a little bit on your popcorn and then sprinkle some other flavorings like ranch dressing powder or something like that. And I already use the ranch dressing powder, and sometimes if I want it to be sweet, I'll use cinnamon sugar or something like that. But, you know, if the popcorn is dry, it just all seems to fall to the bottom of the bowl. So I'm interested to see how that'll work. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. كده تكون انتهت المحادثة ونفس المحادثة بتاعت امتحان الأمس. طبعا النص الطويل ده هتقسمه إلى مجموعة من الباراجرافات، كل باراجراف حوالي 100 كلمة. طبعا خلي بالك من الحاجات دي كلها، هتشيك بالأوفيس الأخطاء الإملائية وليست القواعد النحوية، خلي بالك من الحاجات دي، لأن النص ذكاء صناعي. وبعد كده تكتب النص هنا، وفي النهاية هتعتمد الامتحان بالضغط على كلمة send it for review، والنتيجة من أسبوعين لثلاثة على الإيميل. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.